عشرات الحالات المشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا استقبلها مستشفى مديرية المواسط الريفي، أغلبهم من فئة الأطفال. في هذا الشهر شهر 10 يعني يتعدي 52 حالة من تاريخ 1 إلى 18/10. في معنا حالات سهالات يعني منها سهالات شديدة، وفي سهالات متوسطة. السهالات المتوسطة كنا نعطيهم المحال الوردية ومع علاجات، والحمد لله في تحسن يعني ملحوظ الحمد لله. وفي منهم ما يتحسنوش بالمحالي والمعدات، كنا نقوم بتحويلهم. وفي ناس الحمد لله في حالة أظن توفى علينا حالة هنا بسبب الإسهالات أظن من المرض الكوليرا. الطفل إيهاب أديب أحد هؤلاء المشتبه بإصابتهم بالكوليرا. لم يتمكن المستشفى من تقديم العلاج اللازم له بسبب انعدام الإمكانيات ليفارق الحياة. ابني إيهاب أديب نقيب بسبب مرض إسهال وغاثي وحمى، وأسعفته إلى المركز هنا، عندنا العلاجات فحوصات وهذا، قسنا 10 ساعة ومات. نداء الاستغاثة الذي أطلقته إدارة المستشفى لم يلقى الاستجابة المطلوبة على الأقل حتى الآن، وما وصل للمستشفى لا يفي بالغرض. نحن في قيادة اللواء 35 مدرع بعد أن تلقينا مناشدة من مدير مستشفى المواسط الريفي بأن هناك حالات إصابة في مرض الإسهالات، سارعنا وعملنا مناشدات إلى بعض المنظمات، وتوفقنا بالحمد لله في الأمس ووفرنا بعض الأدوية. يقف القائمين على هذا المشفى الريفي عاجزين عن مواجهة هذا القاتل الجديد في ظل تزايد عدد الحالات وانعدام الإمكانيات.